الحمد لله الذي بعث لنا سيد البررة فعلمنا العبادات والأضحية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا أيها الناس اشكروا الله على نعمائه الجلية والخفية بالصلاة والأضحية، فإنها واجبة على كل مسلم حر مكلف مقيم موسر عن نفسه الزكية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعر حسنة. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله تعالى عنهما مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غررا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم سرا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا رب.